قدام مع افتتاح مول سفاقس، ثم اليوم افتتاح اليوم لوكاتوس اليوم افتتاح اخواتنا واصدقائنا افارقه جنوب الصحراء المول نتاعهم اللي موجود في قدام باب الجبني قدام سوق الحوت. خلينا نعملوا دوره فيه ونشوفوا اش فيه. دونك المدخل واضح اللي هو غير منظم، هذه نفس السلع اللي قاعدين نشوفوا فيها قاعده تتبيع، ثم نوعا ما رفض من عمليه التصوير. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. هذه السلع اللي قاعدين نشوفوا فيها، هذه المول الجديد. بونجور. هذه المول الجديد والنشاطات الجديدة اليوم في 14 جوان 2023. هل قيس سعيد حط السوق هذه بطريقة نظامية وإلا لا؟ فما برشا عينين قاعدين يشوفوا فينا رافضة عملية التصوير، دونك نحاولوا نحكيوا معاهم أبارا ما قاعدين يلموا في سلعتهم. أوكي أوكي.